ما هو دور الجامعة العربية؟ ما هو دور البرلمان العربي؟ هناك الكثير من تلك المشاكل التي تواجه الأمة العربية والتي تحتاج إلى أن يكون هناك من تلك الجهات التي تقوم بمعالجتها والاجتماع من أجل مناقشتها ووضع حلول لها والعمل على أن يكون هناك باستمرار اهتمام بها حتى يتم الوصول إلى ما يأمله الجميع من استقرار، من ازدهار، من تغلب على مشاكلهم أيا كانت تلك المشاكل، في سياسيا أو اقتصاديا أو في أي مجال من المجالات التي تحتاج إلى الدعم، التعاون، المعاذرة من باقي الأشقاء العرب.